أعزائي الطلبة أسعد الله أوقاتكم نستكمل في ثانوية أونلاين دروس الفيزياء للفرعين العلمي والصناعي واليوم نستكمل الفصل السابع في الوحدة الثانية وهو بعنوان القوة المغناطيسية تناولنا في الفصل السادس المجال المغناطيسي والمجال كان ناتج عن سلك لا نهائي الطول وعن ملف دائري وملف حلزوني لان راح نتناول القوه المغناطيسيه وهي ثلاثه قوى القوه الاولى القوه المغناطيسيه على شحنه متحركه في المجال المغناطيسي شحنه ويجب ان تكون متحركه القانون اف بي كيو في بي ساين ثيتا والقوه كميه متجهه نستخدم لتحديد اتجاهها قاعده اليد اليمنى وانا كطالب بحفظ بالتوالي باطن ابهام اصابع بمعنى ان القوه لها باطن اليد الابهام للسرعه والاصابع للمجال المغناطيسي القوه الثانيه وهي القوه على موصل او سلك موصل او سلك يحمل او يسري فيه طيار والقوة الناتجة من المجال المغناطيسي بنفس الطريقة القوة لها باطن اليد والتيار له الابهام والكمية المتجهة هي الطول والمجال له الأصابع، إذا بنفس القاعدة باطن ابهام أصابع. كيف يتحرك الجسيم المشحون في المجال المغناطيسي المنتظم؟ يتحرك الجسيم المشحون في مسار دائري لماذا يتحرك في مسار دائري لأن القوة المغناطيسية دائما عمودية على اتجاه الحركة عمودية على السرعة لذلك يتحرك في مسار دائري نصف قطر المسار يعطى بالعلاقة R تساوي MV على QB نتذكر مع بعضنا أن M في هي الزخم يعني بي على كيو في بي المجال اذا نصف قطر المسار الذي يتحرك فيه الجسيم يساوي الزخم على الشحن مضروب في المجال المغناطيسي اما الزمن الدوري الزمن الدوري وهو المحيط على السرعه يساوي 2 باي ام على كيو بي 2 باي ام على كيو بي نلاحظ ان الزمن الدوري لا يعتمد على السرعة، هذه ملاحظة مهمة جدا، لا يعتمد على السرعة في. الطالب لما بيكون حافظ أن الزمن يساوي المحيط على السرعة فبعتقد أن الزمن بتناسب مع السرعة تناسب عكسي، الزمن الدوري والتردد اللي هو مقلوب الزمن الدوري التردد يساوي واحد على تي مقلوب الزمن الدوري ويساوي كيو بي على 2 باي ام ايضا الزمن الدوري والتردد كلاهما لا يعتمد على السرعه طبعا التردد وحدته هيرتز اما السرعه الزاويه اوميجا اللي اخذناها بالحركه الدورانيه هي كيو بي ام لان اوميجا تساوي 2 باي في التردد 2 باي في التردد ف مع 2 باي بضل عندنا الأوميجا أو السرعة الزاوية تساوي كيو بي على إم تتناسب مع كيو بي طردي ومع إم تناسب عكسي. القوة الثالثة، إحنا تحدثنا عن ثلاث قوى، القوة الأولى على الشحنة المتحركة والقوتين الثانية والثالثة على السلك أو الموصل الذي يحمل طيار. القوة على السلك الذي يحمل طيار نوعان القوة الأولى من مجال منتظم حكينا آي إل كروس بي أو آي إل بي ساين ثيتا والقوة الثانية هي القوة المتبادلة بين سلكين وتساوي ميو في حاصل ضرب الطيارين في إل على 2 باي آر حيث R البعد العمودي بين السلكين آر البعد العمودي بين السلكين اذا تتناسب عكسي مع ار وطردي مع حاصل ضرب الطيارين لو طلب منا رسم العلاقة ما بين القوة المتبادلة والبعد العمودي حكينا العلاقة واحد على ار هي رسمة واحد على سين وبالتالي بيكون رسمها بهذا الشكل اذا ضعفت ار مرتين تقل القوة الى النصف لان اف تتناسب مع ار تناسب عكسي بان تطبيقات عملية، التطبيقات العمليه نوعين تطبيق منطق السرعات وتطبيق السيكلترون منطق السرعات هو تطبيق على قوه لورنس هو تطبيق على قوه لورنس وقوه لورنس هي محصله القوتين الكهربائيه والمغناطيسيه على شحنه متحركه في المجالين هو تطبيق على قوة لورنس وقوة لورنس هي محصلة القوتين الكهربائية والمغناطيسية على شحنة متحركة في المجالين الكهربائي والمغناطيسي. التطبيق الآخر هو السايكلترون أو المسارع النووي والمسارع النووي هو تطبيق على حركة جسيم مشحون في مجال مغناطيسي منتظم، بمعنى حركة الجسيم المشحون هنا التطبيق عليها المسارع النووي هو تطبيق على حركه جسيم مشحون حركه دائريه لان القوه عموديه على اتجاه السرعه ننتقل الى بنفس الطريقه نبدا اول شيء كيف نحدد الاتجاهات ناخذ مجموعه من الامثله عشان نفهم كيف نحدد قاعده اليد اليمنى لتحديد اتجاه القوه المغناطيسيه سواء كانت على سلك يحمل طيارا او على شحنه متحركه في مجال مغناطيسي منتظم او القوه المتبادله بين سلكين متوازيين يحملان طيارا كهربائيا قلنا اف باطن وابهام اصابع نعمل مثال مثالين لو فرضنا عندنا طيار نحو اليمين مغمور في مجال مغناطيسي منتظم إكس حكينا ما معنى إكس إكس تعني ب نحو الداخل سالب زد إذا الطيار نحو موجب إكس والمجال المغناطيسي لسالب زد إذا رح تكون في الواي اذا القوة اف راح تكون بالواي مع بعضنا نطبق اليد اليمنى الكف الابهام نحو الطيار حسب القاعدة اللي هون يلا الابهام مع بعض نعمل الابهام لليمين المجال نحو الداخل داخل الصفحة او داخل اللوح لاحظ الباطن للاعلى الباطن لوين اتجاهه للاعلى لذلك اف بي في هذه الحالة تكون نحو موجب واي تكون نحو موجب y نعمل كمان مثال لنفرض كان عندنا طيار في السلك نحو موجب y والمجال نحو موجب x طيار نحو موجب y والمجال المؤثر نحو موجب x إذا القوة راح تكون للزد كيف الإبهام للأعلى للطيار للاعلى المجال لليمين فلاحظوا الباطن لوين اتجاهه؟ للداخل، الباطن اتجاهه للداخل، إذا تكون إف في هذه الحالة تكون اتجاهها نحو الداخل أو سالب زد، إذا بتكون إف نحو الداخل أو سالب زد، إذا في هذه الحالة حددنا اتجاه القوة المغناطيسية على سلك يحمله عفوا على سلك يحمل طياراً حسب القاعده اللي هي باطن وابهام اصابع نفس الطريقه لو اعتبرنا هاي بدل اي هي في نفس القاعده نفس القاعده بتكون اي بدل في وبالتالي بيكون نفس الاتجاهات ونفس الاجابات خلينا نعمل على شحنه سالبه شحنه سالبي لنفرض لدينا شحنه سالبه تتحرك باتجاه موجب واي ويؤثر عليها مجال منتظم باتجاه موجب اكس اذا السرعه لموجب واي والمجال لموجب اكس اذا القوه على الشحنه باتجاه زد بمعنى اف بي راح تكون لزد هلا ضل علينا نحدد هل هي سالب زد أم موجب زد، نستخدم اليد اليمنى بنفس الطريقة نطبق مع بعض الإبهام للأعلى إبهامك للأعلى لموجب واي نفتح أصابعنا لموجب اكس نحو اليمين لاحظ الباطن نحو الداخل إبهام للأعلى الأصابع لليمين فيكون الباطن نحو الداخل سالب زد عندما تكون الشحنة سالبة نعكس الإشارة يعني بمعنى هنا في هذه القاعدة تعكس إشارة المجهول في حالة شحنة سالبة، عندما تكون كيو ايش مالها؟ سالبة، إذا بدل سالب زد ايش حنعمل هون؟ موجب زد، لماذا موجب زد؟ لأن الشحنة سالبة، إذا قاعدة اليد اليمنى تعكس فيها إشارة المجهول على الشحنة السالبة أو نستخدم قاعدة اليد اليسرى لكن الأسهل هو أن نعكس الإشارة للمجهول القوة الثالثة اللي حكينا عنها وهي القوة المتبادلة بين سلكين قوة المتبادلة بين سلكين يعني أسهل ما فيها لا يد يمنى ولا يد يسرى هي إما أن تكون تجاذب وإما أن تكون تنافر متى تكون تجاذب ومتى تكون تنافر إذا كان الطيارين في نفس الاتجاه تكون القوى تجاذب أما إذا كان الطياران متعاكسين تكون القوة تنافر إذا إذا كانوا في نفس الاتجاه تجاذب وإذا كانوا متعاكسين تكون القوة تنافر إذا هنا يقترب السلكان من بعضهما هنا يبتعد السلكان عن بعضهما نلاحظ القوة المتبادلة هي فعل ورد فعل بمعنى F1 2 هي نفسها F2 1 لكن تعاكسها في الاتجاه تعاكسها في الاتجاه والقوى المتبادلة دائما متساوية مقدارا ومتعاكسة اتجاها لكنها لا تحصل لأنها تؤثر في جسمين مختلفين نروح على بعض التطبيقات بعض الأمثلة في أن في الشكل المجاور ثلاثة جسيمات مشحونة بس نشوف جسيم مشحون إذا راح نستخدم كيو في بي ساين ثيتا، إذا اف بي تساوي كيو في بي ساين ثيتا، لأنها جسيمات مشحونة. المطلوب الأول ما نوع الشحنة لكل جسيم؟ كيف نجاوب السؤال؟ كيف أحدد نوع الشحنة؟ هو شو عم بحكي لي؟ طبق اليد اليمنى. طبق اليد اليمنى. فإذا كان اتجاه القوة باتجاه الباطن تكون الشحنة موجبة وإذا كان عكس الباطن أي باتجاه ظاهر اليد تكون الشحنة سالبة حاول مع بعضنا على الجسيم الأول هاي الجسيم الأول مع بعض نلاحظ أول ما دخل المجال الجسيم كانت السرعة <applause> لسالب إكس والمجال إكسات يعني نحو الداخل إذا حسب اليد اليمنى الإبهام للسرعة مع بعض الابهام للسرعة الاصابع للداخل لانه اكسات بنلاحظ الباطن لوين اتجاهه للاسفل لكن الجسم بالشكل لوين تحرك تحرك للاعلى كمان مرة الابهام للسرعة المجال للداخل باطن اليد للاسفل لكن الجسيم لوين تحرك للاعلى اذا تحرك عكس اليد اليمنى بما انه تحرك عكس اليد اليمنى اذا جسيم واحد سالب الشحنه سالب الشحنه نيجي للجسيم الثاني الجسيم الثاني اول ما دخل الجسيم الثاني كان رايح لموجب اكس السرعه يلا مع بعض لبهان لليمين ابهام لليمين الاصابع للداخل ابهام لليمين الاصابع للداخل اتجاه القوه لوين للاعلى والجسيم اتحرك للاعلى لموجب واي إذا شحنته موجبة لأنه تحرك مع قاعدة اليد اليمنى. نيجي للجسيم الثالث. الجسيم الثالث أول ما دخل المجال كان لموجب واي. يعني السرعة للأعلى طبق مع بعض السرعة للأعلى المجال للداخل إذا الباطن لوين؟ لليسار والجسيم لوين راح؟ راح لليسار إذا أيضا شحنته موجبة. إذا نلاحظ بالإجابة نلاحظ بالإجابة جسيم واحد سالب وجسيم اثنين موجب وجسيم ثلاث أيضا موجب، إذا الجسيمين الأول سالب والثاني والثالث موجبان، من تحرك مع اليد اليمنى يكون موجبا ومن تحرك عكس اليد اليمنى يكون سالبا. لأن كيف نحدد أيها أكبر من حيث مقدار الشحن حكالي بالسؤال دخلت بنفس السرعة وتمتلك نفس الكتلة. بنلاحظ بالشكل إنه الثلاث جسيمات تختلف في اتجاه الحركة وتختلف في نصف قطر الدوران. لاحظوا قطر الدوران للجسيم الثالث قيمته من هون لهون. والجسيم الثاني من هون لهون أكبر شوي الجسيم الثالث لسه نصف قطر دورانه أكبر بكثير إذا نصف قطر دوران الثالث R3 أقل من R2 أقل من R1 طيب R شو علاقتها؟ احنا حكينا R تساوي M V على كيو في B هلا الهم نفس الكتله والهم نفس السرعه وبسبحوا في نفس المجال اذا الهم نفس الكتله والهم نفس السرعه وبسبحوا في نفس المجال ار مع كيو عكسي ار مع كيو عكسي اذا الذي نصف قطر دورانه اقل تكون شحنته اكبر وبناء عليه يكون الترتيب عكس R إذا Q3 أكبر من Q1 أكبر من Q2 حسب مقدار النصف القطر لاحظ هون كمان مرة حكينا هذا R1 هون عفوا R1 وهون R2 R1 R لأن لانه هذا الجسيم الاول وهذا الجسيم الثاني الجسيم الثاني له اكبر نصف قطر فبيكون له اقل شحنه بيكون له اقل شحنه كما نلاحظ هنا ننتقل الى مثال اخر بنفس الطريقه وهذا نخليه مثال لكم انتم كطلاب تدربوا عليه لكن احنا بنحكي الملاحظه الموجوده فيه اربع جسيمات مشحونه لها نفس الزخم يعني ايش نفس الزخم لها نفس بي اللي هي ام في في مطلوب نرتبها تنازليا من حيث مقدار الشحنه نفس السؤال نترك لكم اياه تتدربوا عليه لاحظوا كيف الحركه كيف نحدد اتجاه السرعه بس بدي ادلكم على ملاحظه بسيطه انا ان اتجاه في عند اي نقطه حسب المماس حسب المماس يعني لو بدي اجي هون على الشحنه واحد بدي اخذ هون المماس هي مماس في والمجال للداخل في المجال للداخل والقوه للاعلى اذا الشحنه واحد شحنه موجبه الشحنه واحد شحنه موجبه بترك لكم هذا السؤال تتدربوا عليه اهم شيء بنحدد السرعه حسب المماس ننتقل الى سؤال اخر سؤال اخر يبين لدينا سلك يحمل تيار كهربائي مغمور في مجال منتظم هذا المجال المنتظم نلاحظ اكسات يعني اتجاهه سالب زد ويوجد هناك شحنه 20 كولوم هذه كيو دخلت شرقا اذا اتجاه السرعه في لموجب اكس والسرعه في أربعة في عشرة قوة 5 متر لكل ثانية لحظة مرورها بالنقطة A أعطانا القوة هون إذا F B لسالب واي جنوبا طيب إيش نعمل؟ من القوة F B نوجد B نت طب على أي قاعدة؟ إحنا نتحدث عن شحنة إيش قانون القوة المؤثرة على شحنة؟ إحنا حكينا F تساوي Q V بي ساين، ساين كم؟ كيف نحددها؟ وأي بي هاي؟ هاي بي نت بي توتال، القوة لسالب واي، والسرعة شرقًا لموجب اكس، إذن البي بدها تكون زد، طيب موجب زد ولا سالب زد؟ كمان مرة، القوة اف بي جنوبًا سالب واي. والسرعه شرقا يعني موجب اكس اذا المجال حيكون زد السرعه لموجب اكس اذا عملنا المجال لسالب زد بتكون القوه لموجب واي اذا المجال لموجب زد للخارج اذا السرعه لليمين المجال للخارج فتكون القوه لسالب واي اذا المجال بينت موجب زد المجال بينت موجب زد بنلاحظ هل الشحن موجبه ام سالبه؟ شحن موجبه اذا ما بنغير موجب زد تبقى موجب زد. لو كانت الشحنه سالبه نعكس بي بدل موجب زد تصبح سالب زد. قلنا نعكس اشاره المجهول في حاله شحنه سالبه، بما ان الشحنه ليست سالبه اذا يبقى اتجاه المجهول وهو بي نت هو موجب زد. نطبق الان تطبيق مباشر على القانون. نلاحظ القوه 4 في 10 قوه سالب 6 نيوتن اذا 4 في 10 قوه سالب 6 تساوي كيو 20 مايكرو كولوم المايكرو 20 في 10 اس سالب 6 السرعه 4 في 10 قوه 5 حاول انت تعود معنا وبالتالي ضرب بينات طيب كم ثيتا؟ ثيتا بين من ومن؟ بين في و B كم الزاوية بين إكس و أي محورين متعامدين وبالتالي ثيتا بين V و B 90 درجة وبالتالي ساين ال درجة يساوي واحد ساين التسعين يساوي واحد ومنها نجد أن بينت نت يساوي نلاحظ السرعة أربعة الأربعة مع الأربعة بنختصرها من, من هون فبضل واحد على عشرين اللي هي خمسة في المية في عشرة قوة سالب خمسة يعني خمسة في المية في عشرة قوة سالب خمسة تسلا والاتجاه لموجب زد لموجب زد إحنا عندنا بي نت بي نت ناتج من مين في عندنا مجال منتظم اللي حكينا عنه هون وفي عندنا كمان سلك كيف نحدد الآن مجال السلك؟ أصبح عندي بي نت موجود بالسؤال. المجال من السلك في عنا سلك مستقيم امتداده يمر با إذا لا يوجد مجال منه لأن ساين ثيتا يساوي صفر حسب بيو وسافار. وأيضا السلك الآخر امتداده يمر با إذا بقي لدينا اللي هو ربع لفة. بنلاحظ هون ربع لفة، لماذا؟ واضح هون الزاوية. 90 درجة إذا عدد لفات الملف الدائري ربع لفة كيف نكمل الحل نحكي بي نت ماذا تساوي بي نت بي نت تساوي ب منتظم زائد ب من الدائري إذا بي نت تساوي بي منتظم زائد بي دائري البي الدائري البي نت خمسة في المية في عشرة قوة سالب خمسة موجب زد والبي منتظم في السؤال معطى ستة في عشرة قوة سالب خمسة إكسات يعني سالب زد بي الدائري العلاقة الرياضية له ميو آي إن على تو آر إذا كمان مرة بنوضح بي نت هي ناتجه من بي منتظم وبي دائري لانه بي السلك المستقيم النقطه تقع على امتداده فساين ثيتا صفر فمجال الناتج من السلكين يساوي صفر بي نت حسبناه من قانون القوه وعوضناه لموجب زد وعندنا بي المنتظم 6 في عشرة قوه سالب خمسة بنفس الطريقة الآن بدنا نعمل عملية تحصيل ننقل بي منتظم للجهة الثانية بالرياضيات عندما ننقل أي عدد من طرف إلى الطرف الآخر طرفي المعادلة نغير إشارته هنا لأن الجمع جمع تحصيلي كأن من غير إشارة الاتجاه بمعنى بي منتظم يصبح على الطرف الآخر ستة في عشرة قوة سالب خمسة كان سالب زد يصبح موجب زد يصبح كم؟ موجب زد. إذا المجالين أصبحوا في نفس الاتجاه إذا جمع. أصبحوا في نفس الاتجاه إذا جمع. طيب كيف نوجد الآن I؟ ناخذ الجمع 6 و5% في 10 في قوه سالب 5 لميو 4 باي في 10 قوه سالب 7 في I في N كم N؟ حكينا N ربع لفة. يعني واحد على أربعة لأنه زاوية القوس تسعين درجة على تو آر طيب كم آر نطلع هون على الشكل كم آر تساوي هاي آر اللي هي باي سنتيمتر بالسؤال آر باي سنتيمتر إذا منعود اثنين في باي في عشرة قوة سالب اثنين عشان نحول من سنتيمتر إلى متر ومنها نجد I تساوي بنلاحظ هنا الأربعة مع الأربعة والباي مع الباي واثنين في ستة وخمسة في المية في عشرة قوة سالب سبعة بتروح مع السالب سبعة إذا اثنين واحد بالعشرة أمبير لأنه موجب زد مو زد إذا يكون الطيار في هذه الحلقة عكس عقارب الساعة ليش عكس عقارب الساعه لانه مجالها لوين موجب زد مجالها لموجب زد اذا بهذه الطريقه بنكون حسبنا مقدار واتجاه التيار في الحلقه ننتقل الى سؤال اخر وتطبيق اخر ان جسيم مشحون شحنته 1 في 10 قوه سالب 10 كولوم كتلته 2 في 10 قوه سالب 14 كيلوغرام يتحرك بسرعة إذا هذه اللي هون Q و M والسرعة في ودخل مجال مغناطيسي منتظم نلاحظ أن الجسيم تحرك حركة دائرية لكن بنلاحظ أن الجسيم أكمل نصف دورة والمسافة من هنا لهنا هي القطر 2R اذا الجسيم اكمل نصف دوره وهذه ملاحظه مهمه جدا مثل المسارع النووي اذا تحرك الجسيم وهو داخل المجال فانه يتحرك في مسار دائري بشكل مستمر لكن اذا دخل المجال من الخارج فانه يكمل نصف دوره ويخرج لذلك الجسيم المشحون في المسارع النووي يكمل في كل قرص نصف دوره ويخرج ثم يتصارع مره اخرى بفعل المجال الكهربائي بين القرصين فيدخل القرص الاخر بسرعه اكبر وبالتالي نصف قطر اكبر اذا المجال المغناطيسي ما بغير في سرعه الجسيم هو فقط يجعله يدور في مسار شكله دائري اذا الملاحظه اذا دخل الجسيم المشحون للمجال المغناطيسي من الخارج فانه يكمل نصف دوره ويخرج لا يكمل الا نصف دوره. السؤال الاول لماذا اتخذ الجسيم المشحون مسارا دائريا؟ اه لماذا؟ حكينا لكم الملاحظه من بدايه الشرح حكينا لان اف بي عموديه على اتجاه الحركه عموديه على في وبالتالي يتحرك في مسار ايش شكله؟ دائري. ما نوع شحنه الجسيم؟ حكينا حتى نعرف نوع الشحنه نطبق قاعده اليد اليمنى فاذا تحرك حسب اليد اليمنى يكون موجبا واذا تحرك عكسها يكون سالبا. خلينا نطبق اليد اليمنى نلاحظ السرعه اول ما دخل الجسيم كان للاعلى في يلا الابهام للاعلى مع بعض نطبق الحل المجال للداخل داخل الصفحه اذا واي للسرعه و الأصابع لزد اللي هي لبي للمجال فبنلاحظ باطن اليد لوين اتجاهه؟ لليسار لكن الجسيم لوين انحرف؟ انحرف نحو اليمين إذا ما مشى مع اليد اليمنى تحرك عكس اليد اليمنى إذا ما نوع شحنته سالب إذا نوع الشحن سالب ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في الجسيم؟ القوة المغناطيسية على الشحنة المتحركة قلنا ان اف بي تساوي كيو في بي ساين حكينا ما بنحط ثيتا يمكن الطلاب بيحكوا دائما ثيتا 90 لا مش دائما ثيتا 90 طب كيف نحددها بنلاحظ من الشكل السرعه للاعلى لموجب واي والمجال سالب زد اذا بين واي وزد الزاويه كم 90 لذلك كانت القوه لوين لاكس وحسب الشكل كانت لموجب اكس بنعوض تعويض مباشر اذا اف بي واحد في عشرة قوة سالب عشرة والفي خمسمية والبي مش معروف كم طب كيف نوجد بي كيف نوجد بي في عنا من قانون نصف القطر من قانون نصف القطر عندنا بي مجهولة و اف مجهولي فكيف نجيب مقدار بي لازم نجيبها من نصف القطر نجيبها من وين من نصف القطر عندنا نصف القطر ار نصف القطر ار يساوي ام في على كيو بي نصف القطر ار يساوي ام في على كيو بي ار 2 سنتيمتر يعني 2 في 10 قوه سالب 2 الكتلة 2 في 10 قوة سالب 14 السرعة 500 الشحنة 1 في 10 قوة سالب 10 ضرب بي كمان مرة احنا ما عندنا المجال المغناطيسي المنتظم بنعوض من قانون نصف القطر R تساوي ام في على كيو بي عوضنا R 2 سنتيمتر الكتلة 2 في 10 قوة سالب 14 بنلاحظ 2 مع 2 بالضرب التبادلي يعني ينتج بي المنتظم يساوي بنلاحظ 500 على 10 قوه سالب 10 بضل عندنا 10 قوه سالب 4 اي نص في 10 قوه سالب 2 يعني بي تساوي 5 على او 500 على 10 قوه سالب 2 500 وعندنا هون سالب 4 بضل في 10 قوه سالب 4 وبالتالي ينتج أن بي تساوي خمسة تسلا بي تساوي خمسة تسلا بالمجال المنتظم المؤثر كمان مرة نوضح على السريع بس أن الشحنة اثنين في عشرة قوة سالب 14 كتلتها الشحنة مقدارها واحد في عشرة قوة سالب عشرة احنا عوضنا عشان نوجد المجال المغناطيسي عوضنا اف بي كيو في بي ساين ثيتا القوه المغناطيسيه وجدنا ان بي مجهوله فعشان نجيب بي استخدمنا قانون ار نصف القطر لانه نصف القطر موجود 2 سنتيمتر فعوضنا في قانون ار نصف القطر ام في على كيو بي ومنها اوجدنا بي 5 تسلا اذا عوضنا بي 5 تسلا هنا 5 تسلا بالتعويض المباشر 5 في 5 500 يعني 2500, 2 2500 2.5 في 10 قوه سالب 7 نيوتن وهي لموجب اكس، اذا حسبنا القوه المغناطيسيه المؤثره في الجسيم المشحون. نيجي للمطلوب اربعه وهو المجال المغناطيسي او عفوا الشغل المبذول من المجال المغناطيسي على الجسيم المشحون. في رقم اربعه الورك او الشغل من المجال المغناطيسي دائما يساوي صفر لماذا؟ لأن ساين ثيتا ثيتا تسعين درجة عفوا ثيتا تسعين درجة لكن احنا الشغل كوساين الشغل كوساين كوساين التسعين درجة يساوي صفر طب ليش تسعين؟ لأنه حكينا اف عموديه على السرعه، عموديه على اتجاه الحركه. وبالتالي بما ان الورك صفر، اذا التغير في الطاقه الحركيه صفر. وبالتالي كي ثابته، لكن P الزخم متغير، ليش متغير؟ لان السرعه متغيره اتجاها، لان السرعه متغيره اتجاها. المطلوب الخامس ما زمن مكوث الجسيم في المجال ما زمن مكوث الجسيم في المجال نلاحظ من, من السؤال ان الجسيم كما وضحنا عندما ياتي من خارج المجال يكمل نصف دوره ويخرج اذا الزمن المطلوب تي ليس الزمن الدوري وانما نصف الزمن الدوري لماذا نصف الزمن الدوري لانه لم يكمل داخل المجال الا نصف دوره، إذا عندما يأتي الجسيم من خارج المجال يكمل نصف دوره ويخرج، إذا زمن مكوثه هو نصف الزمن الدوري. طبعا ممكن يجيب لنا بسؤال يحكي لنا جد زمن وصوله عند نقطة ما مثل A فهناك بنحدد كم الدورة أو مقدار الدورة التي تحركها الجسم عند تلك النقطة في السؤال. بنعوّض T من الملخص اللي إحنا كتبناه في البداية اللي هو 2 باي إم على كيو في بي 2 باي على Q في بي جميع الارقام موجوده بنعوضها تعويض مباشر. الفرع السادس والاخير في السؤال وهو الاهم بالسؤال ممكن الفروع السابقه تيجي مش مباشره في سؤال نظري تيجي اسئله في الموضوعيه او في الاختيار من متعدد. ما مقدار واتجاه المجال الكهربائي اللازم حتى لا ينحرف الجسيم. ما تفسير الفيزيائي لجملة حتى لا ينحرف الجسيم المشحون؟ حتى لا ينحرف يعني يستمر بالحركة بنفس الاتجاه. طيب كيف نترجمها فيزيائيا؟ بمعنى تصبح محصلة القوى عليه صفر. هو بالاصل كان متحرك لوين؟ للأعلى لموجب واي. لان بدنا محصلة القوى عليه تساوي صفر. طب ما القوى المؤثرة على الجسيم؟ القوة التي سببت انحرافه يمينا هي القوة المغناطيسية. طب ما نوع القوة الثانية؟ السؤال ساعدني. ممكن تكون القوة الثانية ليست قوة كهربائية. هنا القوة من مجال كهربائي، إذا قوة كهربائية. ممكن تكون بسؤال ثاني القوة من الجاذبية الوزن. إذا هنا تكون اف ي تساوي أف بي وتعاكسها ليش تعاكسها عشان تكون محصلتهم تساوي صفر القوة محصلتها صفر بنلاحظ القوة المغناطيسية كانت لموجب إكس إذا هاي لازم تكون لسالب إكس ليش لسالب إكس عشان يكونوا عكس بعض إذا المغناطيسية بالشكل لموجب إكس ستكون القوة الكهربائية لسالب إكس. ما هي القوة الكهربائية؟ القوة الكهربائية كيو في إي، e. أخذناها بالفصل الرابع في التيار والمقاومة. وإف بي كيو في بي بنلاحظ في لواي وبي لزد، إذا كمان بنفس الطريقة ساين التسعين. تروح كيو مع كيو فنستنتج أن إي e يساوي V في B إذا إي e يساوي V في B V اللي هي السرعة و B اللي هو المجال المغناطيسي إذا إي e يساوي 500 ضرب 5 تسلا فالجواب 2500 والوحدة إما فولت لكل متر أو حكينا نيوتن لكل كولوم إذا وحدة المجال الكهربائي هي فولت لكل متر او نيوتن لكل كولوم طيب ما هو اتجاه المجال الكهربائي احنا حددناه هون سالب اكس هو اتجاه القوه الكهربائيه اتجاه المجال الكهربائي اتجاه اي هذه نوت مهمه كمان ملاحظه مهمه اتجاه اي بنفس اتجاه اف اي اذا كيو موجبه اي e بنفس اتجاه اف اي e اذا كيو موجبه واتجاه اي e عكس اتجاه اف اي e اذا كيو ايش مالها سالبه اذا اي e واف اي e بيكونوا في نفس الاتجاه للشحن الموجبه اي ان الشحن الموجبه تتحرك او تتاثر بقوه باتجاه المجال الكهربائي والشحنه السالبه تتاثر بقوه كهربائيه عكس اتجاه المجال الكهربائي. والشحنه عندنا بالسؤال كانت موجبه لذلك اي بنفس اتجاه اف اي فيكون سالب اكس. لان الشحنه موجبه يكون اتجاه اي بنفس اتجاه اف اي اي انه سالب اكس. ننتقل لسؤال اخر. وهو عن القوى المتبادلة في عنا ثلاث أسلاك السلك الأول بيحمل تيار 500 أمبير هذا I1 والسلك الثاني يحمل تيار 40 أمبير هذا I2 المسافة بين السلك الأول والثاني 2 سنتيمتر وبين الثاني والثالث 5 سنتيمتر السلك الثالث إكس واي مجهول طياره مجهول المطلوب مقدار واتجاه الطيار في إكس واي ليبقى السلك متزنا كلمة متزن كلمة لا ينحرف كلمة يبقى معلقا كلمة ينعدم الشد هذه الكلمات جميعها تعني اتزان وبالتالي مجموع القوى صفر مجموع القوى على مين؟ على السلك المتزن مين السلك المتزن في السؤال؟ A B السلك المتزن A B كيف نعمل؟ كيف نحل السؤال؟ احنا بدنا القوى على السلك الثاني اللي هو A B لأن السلك A B طياره لليمين و I1 طياره لليمين إذا AB طياره لليمين وتيار I1 لليمين. إيش القوى المؤثرة على AB؟ أول قوة وزنه FG اللي هي أم القوة الثانية من السلك الآخر. هنا لا يوجد مجال منتظم، يوجد أسلاك متوازية. إذا القوة من السلك الأول على الثاني هي قوة متبادلة. وبما أن الطيارين في نفس الاتجاه تكون القوة من الاول على الثاني تجاذب. إذا بروح لوين؟ بروح لعنده للاعلى. إذا القوة من الاول على الثاني تجاذب. إذا أين سيتجه AB؟ سينجذب إلى السلك الأول. لو مطلوب القوة على السلك الأول كان بروح للأسفل. بس احنا طالبين القوة على السلك الثاني على AB. إذا اتجاهها لوين؟ للأعلى. نحسب ام جي. وبنحسب f 2 بنلاحظ بالحل هون اذا يتاثر السلك بثلاث قوى الاولى وزنه والثانيه من السلك العلوي والثالثه من السلك السفلي وحتى يتزن يجب ان تكون محصلتها تساوي صفر. نلاحظ كيف احنا بدنا نحسب f 2 حكينا من القوى المتبادله ميو I1 I2 في L على 2 باي R السلك الاول تياره 500 امبير الثاني 40 الطول نص متر والمسافة بين الاول والثاني 2 سنتيمتر فالجواب 1% نيوتن وحكينا اتجاهها للاعلى تجاذب للاعلى نركز بالشكل بالرسم القوة الجاذبية ام في جي قيمتها 5% نيوتن وقوة الجاذبية دايما باتجاه الجاذبية اذا للاسفل فالقوتين عكس بعض إذا محصلتهم طرح محصلتهم طرح إذا كيف نطرحهم الجاذبية أكبر هي خمسة بالمئة ناقص واحد بالمئة فتكون أربعة بالمئة نيوتن لوين لسالب واي للأسفل إذا حتى يتزن لازم تكون إف من الثالث على الثاني تساوي أربعة بالمئة نيوتن لكن اتجاهها لوين لموجب واي طب ليش لموجب واي عشان تعاكس تعاكس مين اللي هو القوة عفوا لسالب واي احنا حسبناها وطلعت معنا لوين لسالب واي المحصلة اذا انا بدي قوة الثالث لمحصلتهم لسالب واي اذا انا بدي قوة الثالث نعم لا موجب واي عشان تعاكس اللي هي القوة سالب واي بما انها للاعلى اذا ماذا حدث بينهما؟ احنا السلك الثاني طياره لليمين والسلك الثالث مجهول اكس واي بدي القوه للاعلى لأف 3 2 اذا السلك الثاني عم ببعد عن السلك الثالث اذا عم بنفره إذن لازم يكون طياره معاكس طياره لوين؟ لسالب اكس اذا طياره لوين؟ لسالب اكس في عنا كمان سؤال نحاول نعطي المخطط السريع لحله في عنا لوحان واحد موجب أو صفيحتان واحدة موجبة واحدة سالبة فرق الجهد بينهما 40 فولت ليش 40 لأن وحده من اللوحين 20 فولت والتاني سالب 20 إذا دلتا في تساوي 20 ناقص ناقص 20 تساوي 40 فولت من خلال فرق الجهد نحسب المجال الكهربائي بين اللوحين من الفصل الرابع E بيساوي دلتا في على L أو على المسافة إذا 40 والمسافة بين اللوحين هي موجودة 10 سنتيمتر إذا في واحد في العشرة أو في عشرة في المية وبالتالي المجال الكهربائي 400 فولت لكل متر أو نيوتن لكل كولوم نلاحظ اللوح السفلي موجب واللوح العلوي سالب اذا اتجاه المجال الكهربائي من الموجب للسالب اذا اتجاه المجال الكهربائي من الموجب للسالب يعني اتجاهه لموجب واي لموجب واي الجسيم المشحون بتحرك نحو موجب اكس وينها موجب اكس اهي اي اتجاه السرعه لموجب اكس إذا بده يتاثر بقوه كهربائيه وبقوه مغناطيسيه لانه السؤال باهمال الكتله في بعض الاسئله حتى لو ما حكالي باهمال الكتله وحاولت احسبها بتكون صغيره جدا بالنسبه للقوتين الكهربائيه والمغناطيسيه الان بدنا نحسب احنا نحسب القوه الكهربائيه فبنحكي اف اي تساوي Q في اي e. طب لوين اتجاهها كنا اذا الشحن موجبه تكون بنفس اتجاه المجال واذا الشحنه سالبه عكس اتجاه المجال حكى لي الشحن هنا 20 مايكرو ما حكى لي شحنه سالبه اذا الشحن موجبه وبالتالي اف اي باتجاه اي يعني لوين اتجاهها لموجب واي اذا اف اي باتجاه اي لوين اتجاهها لموجب واي منعوّض تعويض مباشر لكيو 20 في 10 قوة سالب 6، والمجال الكهربائي 400، فمنلاحظ 8 في 10 أس سالب 3 نيوتن لموجب واي، إذن اتجاه القوة الكهربائية باتجاه المجال الكهربائي لموجب واي. القوة الثانية ناتجة من المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي اذا اف بي تساوي كيو في v في بي في ساين لاحظوا في بالرسم كانت لموجب اكس وبي لسالب زد اذا ساين ال90 اذا ساين ايش ال كيف نحدد اتجاهها حسب قاعده اليد اليمنى كيف حسب قاعده اليد اليمنى كيف حسب قاعده اليد اليمنى الابهام للسرعه لليمين طبق اليد المجال للداخل فبنلاحظ القوه المغناطيسيه اتجاهها لوين للاعلى اذا كمان اف بي لموجب واي كمان اف بي لموجب واي اذا القوتين في نفس الاتجاه نجمعهم بنعوض الشحنه 20 في 10 قوه سالب 6 والسرعه 1000 والمجال المغناطيسي المنتظم ثلاث في العشرة وصين التسعين واحد. بنلاحظ ثلاث في اثنين ستة في عشرة قوة سالب ثلاث نيوتن وأيضا حسب اليد اليمنى موجب واي. إذا القوتين اتجاههم لموجب واي وبالتالي نحصلهم وإيش بنسميهم مع بعض حكينا؟ إيش بنسمي القوة الكهربائية مع المغناطيسية؟ محصلتهم مع بعض. حكينا اسمها اف لورانس، اف لورانس محصلة القوتين الكهربائية والمغناطيسية، إذا هي اف اي زائد اف بي والجمع جمع تحصيلي. هلا لأنهما في نفس الاتجاه نجمعهم 8 زائد 6 فبتكون قوة لورانس على الجسيم 14 في 10 قوة سالب 3 نيوتن واتجاهها موجب واي، إذا القوة المؤثرة في الجسيم قوة كهربائية وقوة مغناطيسية ولأنهما في نفس الاتجاه فيكون محصلتهما مجموعهما. نكون بهذه الحالة عملنا ملخص للفصل الثامن السابع فيما يتعلق بالقوة المغناطيسية سواء كانت على شحنة متحركة والتي تتحرك في مسار دائري او على موصل يحمل طيار مغمور في مجال مغناطيسي منتظم أو القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يحملان طيارا كهربائيا وإن شاء الله نختم في الحلقة القادمة آخر موضوع في الكهرومغناطيسية أو وحدة الكهرومغناطيسية وهو الحث الكهرومغناطيسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>